زي ما عرفنا رأي علم النفس وعلم السلوك الإنساني، الحقيقة محتاجين كمان نعرف رأي القانون. بيشرفني بمكالمة الأستاذ أحمد مصلحي، المحامي بالنقد ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال. أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، ازيك يا فنانة؟ اهلا وسهلا. الله يخلي حضرتك، احنا متشرفين جدا بحضرتك وعايزين نعرف الطفل في القانون المصري، كيف يهتم القانون بالطفل المصري؟ الحقيقة احنا عندنا قانون الطفل 12 سنة 96، واتعدل هذا القانون في 2008، شمل كل ما يتعلق بالطفل من حماية مهما كان حضرتك تتخيليها، من مجرد الميلاد حتى تمام سن 18 سنة. وهذا القانون متطور ومتفق تماما مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية طبعا، واللي صدقت عليها مصر، ومصر كان ليها دور كبير فيها. الخطوات الحماية شملت كل شيء، الطفل في الشارع ازاي نحميه، الطفل في الأسرة ازاي نحميه، إذا وجد في أي مكان من أماكن النادي أو المدرسة ازاي بيبقى فيه حماية، والحماية دي توصل لغاية فين، يعني نحافظ على حقوقه ازاي، ازاي ما يبقاش فيه تمييز بينه وبين البنت والولد او لاي سبب من اسباب التمييز. لما نوصل في النهاية عندما يكتمل 18 يبقى عندنا مواطن صالح يقدر يكمل الحياة بشكل طبيعي جدا وسوي. تمام. طيب في قضيتنا النهارده او في الموضوع اللي بنناقشه النهارده، وهو موضوع التحرش، ايه هي الاجراءات القانونيه الواجبه على الاب والام انهم يتخذوها عند تعرض طفلهم او طفلتهم للتحرش؟ تمام، احنا في البداية بس بنأكد ان قانون العقوبات المصري بيشمل عقوبة للتحرش، واتطور القانون نفسه وتعدل تقريبا مرتين، مرة في 2014 ووصف التحرش بكل اي امر يأتي شخص او ايحاء او تلميح، هنا ده معناه ان في اي اجراء لفظي كمان هنا بيخش في تحت طائلة القانون، او اي تلميحات اباحية او جنسية هو ده معنى التحرش. يبقى هنا اي امر ياتيه الشخص في إيحاءات او تلميح، تلميحات جنسيه او اباحيه، تمام يبقى ده معنى كلمه التحرش في القانون. تمام القانون فرض لها عقوبه، تصل العقوبه للسجن للحبس لمده 3 سنين، الاول لو كان مجرد الاتيان الشخص ده اي تصرفات من دي من 2 لـ4 سنين. طيب ولو اتكررت العقوبه توصل لـ5. طب لو اتشددت بقى وكانت على طفل، هنا العقوبة توصل لـ7 سنين، تمام وخاصة لو كان هذا التعدي من القائم على حماية وعناية الطفل، يعني مثلا المدرس في المدرسة، الأخصائية الاجتماعية في دار الرعاية أو الأخصائي الاجتماعي أو المدير، أو كان الأب والأم هم اللي قاتلوا الفعل نفسه أو كان غيره. وبالتالي احنا لازم نبقى او عارفين، مدرس مثلا او احد أو مدرس، اقارب صح، او احد أو مدرس في الاقارب النادي، او بالظبط، مدرب أو او مدرس في النادي، بالظبط يا فندم. يعني كل اي من حد له صلة وثيقة او معني او ما يبقاش في شك ان هو ممكن يعمل كده وعمل كده عقوبته بالظبط بتتشدد. بطباعه تتشدد، بالظبط يا فندم. طيب احنا نعمل ايه بقى؟ زي ما حضرتك الاجابه على سؤال حضرتك بقى، احنا ضروري جدا اولا يبقى في توعيه للطفل من ان جسده ملكه، ومش من حق اي حد ان هو يقرب منه او يعد او يلمسه بطريقه فيها زياده عن اللزوم. تمام بس احنا في نفس الوقت لازم نبقى حريصين من الطفل عادي جدا يتعامل مع الاقرباء ويتعامل مع القريبين منه ويشيلوه ويطبطبوا عليه، ده امر عادي، انما ما يبقاش في زياده في التصرف الجسدي. دايما الطفل يبقى عارف ان لو التصرف ده زاد في مناطق حساسه ما ينفعش حد يجي جنبها، في مناطق في زياده، لو زاد التصرف يبقى لازم نبقى نوقف نفهمه الاول، ودي الخطوه الاولانيه. يبقى الطفل هنا لازم يبقى عنده وعي حتى لو كان صغير ان احنا نوعي، وده اللي قلناه على المستوى السلوكي او المستوى النفسي، لكن على بالظبط. مستوى القانون هل اروح مثلا اعمل محضر ولا احنا عندنا في على طول، احنا عندنا اسهل طريقه ان احنا على طول نتصل بخط نجدة الطفل، ايوه 1-6-3-0 اللي هو 16000، 1-6-3-0، ده رقم مجاني مجاني، مجاني، رقم ده نجدة خط الطفل. نجدة الطفل، ده تمام تابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة. تمام يا فندم، تمام أسهل حاجة بالتليفون، حتى الطفل نفسه ممكن يتصل، تمام أو أي حد حواليه، أو حتى الجار، أو حتى حد عرف، يعني مهما كان المتصل بياناته بتبقى محمية سرية. تماما، تمام سرية طبعا، أنت محمية تماما، وفي نفس الوقت بنقوم بالإجراءات القانونية ضد المتحرش فورا وإحالته للمحكم. أنا بشكر حضرتك يا فندم جدا جدا، وربنا يحمي كل أولادنا.
يعني قانون الرأي والعلم الرأي، والباقي علينا كأسرة نحافظ على أولادنا وعينينا دايما ورقابتنا عليهم. للأسف الفقرة دي خلصت، استنوني الفقرة الجاية بإذن الله تعجبكم.